على عهد الوفا والحب على قد الوفا والقرب، ولكن دارت الأيام وحان الاختيار الصعب، الوجه ما يحمل أدلة منه الرفيق يختار خلة، والحكمة ميزان الطريق ترشد القلب وتدله. على عهد الوفا والحب. يا الله، يعني خليني امشي على رجليني وبعد مغيرين قفل. يا اخي افتح يا اخي. الايام وحان الاختيار الصعب، الوجه ما يا حرام. الساعة الحين 3، يعني 14 ساعة. أتوقع 14 ساعة خلتك تستوي وتوافق على اللي قايله لك. ها، وافقت ولا لا؟ وافقت ولا أرجع أصك الباب؟ درستي. أيه، هذا وليد اللي أنا أعرفه. عافية على حبيبي. أدخل أدخل. شاطر وليد، شاطر. تاخذ الملف ولا طلعك برا؟ شوف يا وليد، شفت شكلك وانت ضعيف ومسكين ومكسور الخاطر؟ نفس الشكل هذا بالضبط ابيك تسويه قدام نواف. ابي يثق صدره عليك، ابي ما عاد يرفض لك طلب. واذا دخلت بالملف هذا للبيت بعدها اعلمك شو تسوي. الحين انا بسالك، خلي يدري عن اللي قاعد تسويه. راضي عن اللي تسويه فيني وابو نواف؟ ما هو بشغلك، هذا ما هو بشغلك، هذا شغلي انا يا وليد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.